نظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وهذه البحرين جلسة حوارية تحت عنوان تاريخ المسيحية في البحرين، والتي جاءت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بهدف إظهار الوجه الحقيقي لما يتمتع به أتباع الديانات من حرية مطلقة في ممارسة طقوسهم الدينية داخل البحرين، لتصبح المملكة نموذجا يحتذى به في التعايش السلمي بين أصحاب المذاهب المختلفة. وشهدت الجلسة مشاركة وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن إبراهيم المطوع ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجية ورئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة، إضافة إلى حضور وفد من مجلسي الشورى والنواب وعدد من الدبلوماسيين والمشاركين في الجمعية العمومية بالأمم المتحدة. وخلال الجلسة أوضح معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجية في مداخلته أن المسيحيين هم جزء لا يتجزأ من المجتمع البحريني، مؤكدا على أن البحرين تعد من النماذج الرائدة والمتميزة للتعايش الديني في العالم أجمع. من جهته طالب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي طالب الحضور على ضرورة الاطلاع عن كثب على تجربة التعايش البحريني التي تضم مختلف المذاهب والديانات ومنها المسيحية، منوها إلى حجم التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البحرين لأتباع هذه الديانة وغيرها من المعتقدات. من جانبها بينت بيسي ماثسون النائب الثاني لرئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي رئيسة هذه البحرين أجواء الحرية الدينية التامة في البحرين، مشيدة في الوقت عينه بمضامين إعلان مملكة البحرين الذي أطلقه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة والذي احتوى على عدد من المبادئ الدينية والإنسانية. إلى ذلك استعرض القس جوني مور واقع المسيحية في البحرين من خلال إقامته فيها، موضحا على أن أتباع الكنائس في البحرين يمارسون الحرية الدينية كما يمارسونها في بلدانهم، ومبينا في السياق ذاته كيف أن البحرين استطاعت وبجدارة أن تصبح ملهمة للدول في المنطقة في نموذج للتعايش الذي تتمتع به السلمي في جامعة سابينزا روما. وسمعت ستوريز من قصص من أشخاص كثيرين عن تجربتهم في البحرين أسعدتني وبينت يعني معدن الإنسان أو الشخص أو الإنسان البحريني، ووجود هذا المركز يعني يجعلني أحس بأن للبحرين دور، قاعدة تبذل الجهد لنشره ولتوصيل الصوت حول العالم. أشكر جلالة الملك حمد حفظه الله على إنشاء ودعم هذا المركز اللي يبين فعلا مدى حب البحرين للسلام وللتعايش بين البشر. حقيقة نشكر مركز الملك حمد على هذه الندوة الهامة اللي بينت جزء مهم من تاريخ مملكة البحرين، وهو تاريخ المسيحية في البحرين، وهو تاريخ طويل يمتد لقرون ولمدة طويلة، لكن أيضا يتجسد اليوم بكل حيوية في 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 حياتنا اليومية في مملكة البحرين. ما قلته في اجتماعنا اليوم هو أن البحرين لديها الإجابة على ما قد نفتقده في بعض دول العالم، وهو كيف نعيش مع أناس مختلفين عنا. البحرين تفعل ذلك بلغة المحبة والتسامح والتعايش، ولذلك فهي وحدها من قررت أن تنقل هذه التجربة إلى المعمورة بأسرها.